بفضل من الله سبحانه وتعالى، أتمنى بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل حصة وفعل الخير والقائمين عليها وعلى رأسهم الشيخ بغداد فيزازي، أتممنا حفر البئر الكائن بقرية عين البيضاء بلدية تويثابت. هذا البئر إن شاء الله راح يغطي احتياجات عدة منها القرية، قرية عين البيضاء ودوار بجانبها، وراح إن شاء الله غادي يكون قبل الموالين بحكم المنطقة تعاني من الجفاف، والمنطقة كذلك تقع في منطقة غابية اللي راح يحتاجوها إن شاء الله هذا البئر، راح يحتاجوه رجال الحماية المدنية ورجال الغابات إن شاء الله. وكذلك نشكر المحسنين الذين ساهموا في هذا البئر، إن شاء الله نقول لهم ربي يجازيكم إن شاء الله، ربي يخلفكم إن شاء الله ما نفقسوا، وربي إن شاء الله يعطيكم إن شاء الله صحة على صحة إن شاء الله. رب العالمين يزيد هذه النعمة إن شاء الله، وحنا نطالبين إن شاء الله الشيخ فيزازي يعورنا يضرب البلاد هنا يشوف ولا يشوف البلاد، وحنا هذا صدق على مواليها هذه البلاد، هذا صدق على مواليها، لو لا صدق على شوابين هذه البلاد شوابين، إحنا هذا خويا هذا هذه البلاد شوابين، صدق على الشوابين. هذا ثاني بئر دشنو هنا بولاية سعيدة، هذا بفضل ربي سبحانه. ثم ثانيا بفضل حصة وفعل الخير وعلى المقيمين عليها وعلى رأسهم الشيخ بغداد فيزازي، هذا المشروع راح يغطي كامل أهل قرية حاسي العبد الموجودة ببلدية يوب. هذا المشروع راح يستفادوا منه إن شاء الله مرتدي الطريق الوطني رابط بين طريق بين ولاية بلعباس وولاية سعيدة، وراح يستفاد منه بعض المناطق الفلاحيه هنا، راح ان شاء الله تكون العائده تاعها ان شاء الله غتكون مشاركه مع اصحاب الاراضي، العائده تاعها ان شاء الله غادي تكون لصالح يتامى ايتام وموزين والفقراء تاع هذه القريه ان شاء الله. والمشروع الثاني ان شاء الله راح يكون مشروع استثماري ان شاء الله، راح يكون مشروع استثماري، هذا الدراسه تاعها ان شاء الله ندير الدراسه تاعها، تنقص فقط الانطلاقه. والشكر الكامل والشكر الجزيل لشيخ فيزازي وايضا المحسنين اللي ساهموا في هذا المشروع تاع حفر بئر بقريه حاسي العبد بلديه يوب ولايه سعيده، بالاضافه الى سبابيل اللي راكم تشوفوا فيهم حنفيات على جنب الطريق في سبيل الله، بالإضافة إلى المشروع التكميلي اللي راح جاي بإذن الله إن شاء الله، اللي هو راح يكون فيه حمام ودوش وشريعة ومدرسة قرآنية وتكون زاوية، ونتمنوا يكون الخير، بالإضافة إلى بعض المداخل اللي غادي تكون اللي غادي نقدموها للمحسنين والأرامل، وغادي يكون تغيير شامل في هذه القرية إن شاء الله.